قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويا حرف نداء، والمنادى من؟ المنادى أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وإنما خصوا مع أن هناك أمما قد نزلت عليها كتب مثل الزبور، مثل صحف إبراهيم، وآتينا داود زبورا، وصحف إبراهيم نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنما خصوا بهذا والله أعلم لأمور: الأمر الأول أن كتبهم من أشرف الكتب، وكتبهم التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى اليهود، والإنجيل أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى النصارى، وكذلك أرسل إلى بني إسرائيل. ولذا قال الله عز وجل مبينا شرف هذه الكتب الثلاثة: القرآن والتوراة والإنجيل، قال تعالى في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ولما ذكر عز وجل القرآن والتوراة قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في دعاء النوم يقول: منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى الحديث. الثاني أنهم موجودون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، وهي الأديان الباقية، بقيت بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن اليهود والنصارى موجودون في عصره عليه الصلاة والسلام في المدينة يولد فيها اليهود، وفي نجران واليمن وما حولها فيها نصارى ويهود. الأمر الثالث أن إضافة هؤلاء إلى الكتب من باب التقبيح لهم، كيف تعرضون عن الحق وأنتم تعلمونه، ففي هذا تقبيح لهم. ولذا قال تعالى عنهم في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كان من الأجدر بكم أن يكون هذا الكتاب هاديا لكم إلى الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتبكم تأمر بهذا، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولذا لما تنازعت اليهود والنصارى ماذا قال عز وجل مقبحا صنيعهم؟ قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال: وهم يتلون الكتاب، كان من الواجب أن يجعلوا هذا الكتاب نورا يستضاء به. الأمر الرابع أن الغلو وحديث فيما سبق ليس محصورا في الغلو، وذلك لأن الآيات القرآنية تأتي بذكر هؤلاء بإضافتهم إلى الكتب في غير الغلو، فيكون الحديث عاما. الأمر الرابع أن الغلو في هؤلاء أكثر من غيرهم، ولذا النصارى غلت مدحا في عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود غلت قدحا في عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قالوا إنه ابن زاني وسعوا إلى قتله، بينما النصارى غلت فيه مدحا حتى رفعوه إلى منزلة الإله. الأمر الخامس أن هؤلاء إذا هداهم الله عز وجل هدى جل وعلا بسببهم أناسا كثر، ولذا قال تعالى في سورة البقرة: وآمنوا، قال عن اليهود: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، مع أنهم ليسوا أول من كفر به في الواقع، لأن قبلهم قريش، لكن لماذا قال ولا تكونوا أول كافر به؟ لأن في
كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود العلم عندهم يعدون هم الأوائل في الكفر. ولذا جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: لو أسلم 10 من اليهود لأسلمت يهود كلها. وهؤلاء 10 هم العلماء منهم.